السلام عليكم. بداية كنرحبوا بالجسم الصحفي هنا في مدينة ولاية تيمة، بالضبط في المقر الجديد ديال دائرة الشرطة هنا التابعة لمفوضية ولاية تيمة. وكما لاحظتوا هذه البناية هي جديدة، كتكون من مرافق اللي الهدف ديالها تحسين وتجويد استقبال المواطنين في تلقي الشكايات ديالهم وقضاء الاغراض الاداريه ديالهم، وهذا كيدخل في الاستراتيجيه اللي نهجتها المديريه العامه للامن الوطني خدمه للمواطن، وكذلك تقريب الاداره الامنيه من المواطن. وان شاء الله هذه واحده استراتيجيه وخطه نهجتها المديريه العامه للامن الوطني لتحديد الادارات او المرافق الامنيه، وكذلك تقريبها بشكل يكون المواطن قريب من المصلحه الامنيه خدمه للسلامه الجسديه ديالو والسلامه كذلك ديال الممتلكات ديالو. وكما كتلاحظوا راه بنايه ذات معايير جديده وحديثه اللي الهدف ديالها كما سبق وقلت هو خدمه المواطن وتحسين وحسن الاستقبال ديالو. هناك خطه وكما قلت كتدخل في اطار الاستراتيجيه ديال المديريه العامه الوطني لتقريب الاداره الامنيه من المواطنين. بطبيعه الحال غيكون هناك ان شاء الله افتتاح مقرات امنيه جديده بهذه المدينه اللي كتعرف واحد التوسع عمراني كبير، وكتعرف واحد التوسع كذلك ديموغرافي، وكذلك النتيجه الحركيه ديالها الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه الى غيرها. ملي كيكونوا مقرات جديده كتفتح طبيعة الحال كاين مواكبة، المديرية العامة الوطنية واعية بهذه المسألة. ملي كيكون افتتاح شي مقر جديد طبيعة الحال كتكون كتوفر الشروط البشرية واللوجستيكية لغير ذلك. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.